قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يوشع بن نون القائد الذي يقاتل مع بني إسرائيل لفتح بيت المقدس، ولأول مرة يدخل بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة. دخلوا يوم الجمعة العصر، فتحت تلك الأرض المباركة، تلك الأرض المقدسة. أمرهم يوشع ابن نون أن يدخلوا راكعين متذللين ويقولوا حطة. شنو حطة؟ يعني اللهم حط عنا خطايانا. متذللين يدعون ربهم بالمغفرة، حط عنا خطايانا. والقرية فيها من الخير والرغد الكبير، يعني قرية فيها من الخيرات، فيها من الزروع، فيها من الثمرات، فيها المطلوب منكم، دشوا متواضعين واطلبوا من الله المغفرة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. سجدا يعني ركعا، متذللين، منحنين، متواضعين. وقولوا حطة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان مطأطئ الرأس مستغفرا لربه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. كان قد طأطأ رأسه مستغفرا ربه وهو داخل يفتح مكة. هكذا الأنبياء في تواضعهم وتذللهم، لأن النصر أصلا من عند الله مو من عند البشر. فقال لهم يوشع نبي الله، قال ادخلوا الباب سجدا متذللين متواضعين وقولوا حطة. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. شوفوا العناد والظلم والفسق والفجور في بني إسرائيل. ايش سووا؟ دخلوا على استاهم، على مؤخرتهم، كل واحد جالس، يدخلون هكذا كأنهم استهزاء على من؟ على نبي الله. هذا التواضع الذي أمركم الله عز وجل به. رجعوا ودخلوا مدبرين وعلى استاهم يزحفون، ودخلوا إلى بيت المقدس كأنهم يستهزئون على نبي الله. طيب قولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا. قالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعرة، أخذوا يحرفون الكلمة بدل حطة حنطة، وبدأوا يضحكون ويستهزئون على نبي الله عز وجل. تخيل عشرات الألوف بل مئات الألوف، كثير منهم كانوا يستهزئون على نبي الله وهم يدخلون بيت المقدس التي كتبها الله لهم، التي نصرهم الله فيها على عدوهم، التي جعلها الله لهم، ومع هذا دخلوها مستهزئين ساخرين متجبرين. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أول ما دخلوا بيت المقدس عقوبة لهم على هذا الفعل أنزل الله عليهم الطاعون، وحصد فيهم عشرات الألوف. كل هذا بسبب ظلمهم. يعني الواحد يستغرب، شنو المطلوب منك؟ مطلوب منك بعد ما نصرك الله تدخل متواضع وتستغفر ربك، تستهزئ، تعاند، تكابر. طبيعة بني إسرائيل هكذا، هم والعياذ بالله يعاندون، يكابرون، قلوب قاسية،
حتى أنه لما وزعت الغنائم كانت الغنائم لا تحل، الغنائم تحرق، تحرق ليتقبلها الله عز وجل، مو مثل أمتنا وديننا دين الإسلام، دين محمد عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي أحلت فيه الغنائم. فأوحى الله إلى يوشع أن هناك أناس قد أخذوا شيئا من هذه الغنائم، سرقوها، فأمر يوشع النقباء من الأسباط، كل واحد فيكم يصافحني، فأيما رجل التصقت فيه يدي بيده فإن الغلول فيهم. فواحد من النقباء التصقت إيده بإيده فقال الغلول منكم، ائتوني واحد واحد من المقاتلة من السبط هذا. أخذ يسلم عليهم يوشع بن نون واحد واحد حتى وجد اثنين منهم التصقت يده بأيديهما فأجبرهما على الاعتراف فاعترفوا، وأخرجوا رأسا من ذهب يقال أنه حتى على شكل بقرة، أخرجوه قد أخذوه من الغنائم، سرقوه غلول. وبدأ بنو إسرائيل يعيشون في تلك الأرض المقدسة، يأتمرون بأمر الله عز وجل، يقودهم نبي الله يوشع بن نون. ما ظل يوشع 20-30 سنة حتى توفاه الله عز وجل. يوشع قبل ما يموت سوى نظام حكم في تلك المملكة، مملكة بني إسرائيل أو الأرض المقدسة، سميها ما تسميها. تلك المملكة ما كانت حتى تسمى مملكة، سوى نظام من أنظمة الحكم. شنو قال يوشع؟ قال كل سبط من الأسباط يأخذ قطعة أرض، سبط يهوذا هذه أرضهم، سبط يوسف هذه أرضهم، سبط لاوي هذه أرضهم، سبط بنيامين هذه، كل واحد الأرض، كل سبط وله قطعة أرض، يعمرها يزرعها يفعل ما يفعل، وعلى كل سبط رئيس نقيب. وهناك قاضي عينه يوشع بن نون، قاضي يحكم بين الاثنى عشر، لو اختلفوا يرجعون لقاضي واحد. وظلوا على هذه الحال ما يقارب 400 سنة، مئات السنين وهم على حال يسمى عهد القضاء، يحكم بني إسرائيل قاضي، كل سبط عليه رئيس والاثنى عشر سبط يختلفون ويحتكمون عند القاضي مثل مجلس، ويقودهم قاضي، فسمي عهد القضاء. ظلوا مئات السنين على هذا العهد، ثم بدأ عهد المملكة، عهد الملوك، بدأ يحكم بني إسرائيل ملك، وجاء في القرآن ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جاء عهد الملوك واستمر عهد الملوك إلى آخر ملك في بني إسرائيل. من هو آخر ملك؟ آخر ملك سليمان عليه السلام، آخر ملوك بني إسرائيل. هذا العهد الثاني. العهد الثالث الأخير لبني إسرائيل في الأرض المقدسة عهد الانقسام، انقسمت بنو إسرائيل إلى قسمين، مملكة شمالية ومملكة جنوبية. المملكة الشمالية كان فيها 10 من الأسباط اجتمعوا فيها، مملكة جنوبية فيها سبطين فقط، سبط يهوذا وسبط بنيامين، اختلف العشرة عن الاثنين وصار بينهم قتال، صار بينهم حروب. هنا بدأ الانقسام في بني إسرائيل، وبدأت الأمم تتناهشهم وتقاتلهم. لكن نرجع مرة أخرى، لأن هذه تحتاج إلى مئات السنين وحصلت فيها أحداث كثيرة سنمر عليها في الحلقات القادمة بإذن الله. أما يوشع بن نون فحكمهم بالتوراة وأقام فيهم شريعة الله عز وجل. طبعا يكفرون، يعاندون، يؤذون يوشع عليه السلام، ولكنه صابر، ظل بعد موسى 27 سنة يحكمهم حتى توفاه الله. فجاء يحكمهم بعد هذا كالب. من هو كالب؟ هو أخو أو زوج أخت موسى عليه السلام، مريم اللي كانت تقص موسى وأتته بالمراضع، زوجها اسمه كالب. كالب أحد الأثنين الذين قالوا لبني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب، اللي شجعوا الناس لدخول بيت المقدس، ظل كان كبيرا بالسن،
لكن هو المقدم فيهم، فأخذ الحكم بعد يوشع بن نون، وظلوا سنوات بين طاعة الله وهي قليلة وبين معصية الله عز وجل وهي كثيرة. ماذا حصل لبني إسرائيل في الأرض المقدسة؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام، لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام، لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام.